الوالدي كيهضر على العائله من داخل العائله، وتهضر على واحد الزوج، زوج وزوجه اللي عندهم انشغالات اهتمامات، عندهم بنيه، وعندهم ايضا محبه خاصه لبعضياتهم البعض، لكن مشاكل مترتبه عند بعض، حساسات في بعض الاحيان، مشاكل داخليه نفسيه الى اخره، تتخليهم انهم يفكوا انهم يتطلقوا. لكن هذا الدافع اللي هو فعل مفكر فيه او هو فعل اندفاعي فقط نظرا لظروف معينه، وبالتالي ستكون هناك ايضا داخل هذا الفيلم وقصه الفيلم بعض العوامل الخارجيه اللي غادي تجي باش تخلق فوضى داخل هذه الاسره، وفي نفس الوقت ترتب البيت العاطفي الداخلي ديالهم. هذه الاشياء جميعها هي اللي كتخلينا نفكروا دائما في انفسنا، في اسرنا، في الناس اللي قريبين لنا، انه في بعض الاحيان يجب الاهتمام اكثر واكثر بكل ما هو بسيط، لان البساطه في الاشياء هي اللي كتبني لنا مجتمع حقيقي واسره حقيقيه. هذا الفيلم حاولت نشتغل عليه بطريقه كوميديا والاكشن الرومانس، مجموعه من الاشياء اللي ممكن من خلالها انا تقدم فيها قالب استتيقي ايضا جماليات هنا معينه، وايضا تعطينا صوره ايضا عن كوميديا مختلفه فيها وسائل بسيطه على مستوى الطرح، ولكنها في العمق ديالها قريبه جدا من الجمهور. اليوم كنحضروا الاول فيلم سينمائي اللي غادي نشارك فيه مع المخرج دريس الروخ، اللي كنجسد فيه الشخصيه ديال جهاد اللي لعبه فيها شرطيه. كانت فريمون تجربه زوينه بزاف، وانا مفتخره بالاشتغال ديالي مع فنانه كبار، اللي منهم الفنانه جليله التونسي، والفنان عدنان محجه، والفنان يحيى افندي، والظهور ديال الفنان عبد الصمد مفتاح الخير. تشرفت انني بزاف انني تشتغلت معهم، والحمد لله كانت واحد الظروف زوينه في الاشتغال، وكنتمنوا ان الفيلم والاستواغ تنال الاعجاب ديال المغاربه. والدور ديال سليم واحد طبيب شيروجيان استيتيك اللي عنده واحد الشخصيه تيميد غوكلو، سد على راسو دار الخدمه، الخدمه للدار، تيكون عايش مهني حتى كيجي واحد الشخصيه غير مرغوب فيها كتدخل عليهم للدار، اللي هو ابن عمد الزوجه ديالو، كيقلب الحياه ديالهم راسا على عقب، وكيطيحهم في مشاكل كبار هما في غنى عنها، يعني حيت الشخصيات ديالنا، الشخصيتين ديالنا البطله الزوج والزوجه، بحال كانوا سادين على راسهم وعايشين الزواج ديالهم في واحد القالب هما بانينو بحال قالب برودكسيون، مي ما كانوش عارفين بان الحياه فيها بزاف المشاكل، فيها بزاف المغامرات، وهاد جوج الشخصيات ديالنا غادي يعيشوا واحد المغامره ما كانش كتخيل ليهم على البال، يعني قضيه فيها خطيف، فيها جرا، فيها هريب، فيها قرطاس، فيها بزاف د الحوايج. دريس الروخ سي توجور ان بليزير باش نخدم معاه، لان كتربطني معاه واحد الصداقه حميميه، يعني تنقولوا بالدرجه مدخلين في العائله، يعني الطريقه باش تنشتغلوا ديما تنعاونوا بعضياتنا وكنشتغلوا مع بعضياتنا، كنحاولوا نخدموا اونصومبل، ما تيبخلش كمخرج، ما كيبخلش في الافكار، وتا هو تيديم تيتقبل الافكار ديال الاخر، وكيحاول يخدم في لو جروب.